لكن انت بتقيس دلوقتي على تذاكر القطر بس ولا التذاكر عموما بتاع القطر والمترو والميكروباصات والكل والاتوبيس العام والاتوبيس المكيف ومجلس الوزراء كل يوم نقرا على النت الحق ده التذاكر هتبقى مش عارف بكام. احنا الناس ما عادتش ناقصه رفع تذاكر، بالاضافه احنا بنتكلمش على التذاكر بس، تذاكر عيشه غلاء في كل حاجه. هو دايما قال في تذاكر ولما تروح الشباك بتاع التذاكر بيبقى القطر رايق بتاع ده درجه كمان المكيف بيبقى رايق جوه عشان يشتغلوا وياخدوا التذكره اعلى. دي دايما بتحصل معايا مع بتاع دمياط. انا دلوقتي هبعرف اركب قطر، كمان سنتين مش هعرف اركب القطر ولا انا ولا عيالي. ما فيش تطور خالص، وخبكت وزحمه موت وخبكت، والتذكره ب 38 بتتباع ب 90 جنيه بتوع الفاب بيبيعوها علني. انا ليا اربع ايام وقاعد على كده وما لقيتش تذكره نهائي خالص، اي تذكره ما فيش نهائي الا بعد العيد. انا رايح نجي حمادي صحيح، رايح نجي حمادي وحاجه صعبه قوي، قلت له كان في مواصلات ولا في حاجه، استنى الاتوبيس الساعه 10 بالليل برضه صعب. يعني حاجه مرار. بالنسبه للقطر المكيف كان الاول من فتره طويله جدا كان كويس جدا، دلوقتي ما فيش حاجه اسمها القطر المكيف، ده زي العادي بالظبط، حتى اغلبيه العربيات ما فيهاش تكييف اصلا، التكييف مش شغال. تذاكر في ازمه في التذاكر، فين هي التذاكر؟ التذاكر عشان تجيبها من السوق السوداء. اسعار التذاكر ما فيش اساسا، مش لاقي اساسا. انا ما عرفتش اجيب عشان ماليش واسطه هنا، انا مش عارف اجيب عشان اقول لك بقام. والله انا جاي احجز واسعار التذاكر غاليه في السوبر جيت. بالنسبه للخدمه هو اساسا بيقولوا ما فيش تذاكر الا على مشوار طويل، والخدمه زباله، مفيش خدمه، اتوبيسات قديمه تعبانه، حاجه مش كويسه يعني. بالنسبه لخدمه المواصلات او الخدمه للجمهور سواء اتوبيس او قطر سواء حاجه، احنا وراثنا تركه من 30 سنه بايظه، اساسها البايظ. انا النهارده لو اديتك مليون جنيه وقلت لك اعملي لي شقه مش هتقدري تخلصيها في يوم. يبقى احنا نتمهل الامور وتمشي العمليه ستيب باي ستيب كده. جاي احجز انا قبل العيد، في تذاكر قبل العيد، في تذاكر، مفيش تذاكر قبل العيد، في تذاكر قبل العيد قبلها باسبوع، لكن الثلاث ايام قبل العيد مفيش خالص بسبب الضغط عليها مفيش. ففي اللي هي الساعه 4:30 اللي هي ساعه العصر دي، في تذاكر اللي هي 85 ودي حلوه، لكن بتاعت بالليل في اللي هي 7 والساعه 8 ب 100 جنيه. انا اسف في اللفظ، احنا هنتنفخ دي من الاخر، انا اسف.